ظهور مؤسسة هجن الرئاسة التي تشارك في يوم العلم. يوم العلم احتفال تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يا علمنا رف في عالي السماء، رافعينك صانعين الاتحاد، رافعينك صانعين الاتحاد. الله 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 الله، ما أجمل هذا المنظر، ما أجمل هذا المنظر. إن مؤسسة هجن الرئاسة تشارك أيضا في رفع العلم، فهنيئا لصاحب هذه الفكرة، فهنيئا لصاحب هذه الفكرة. أيضا نزفها على ظهور هذه الهجن. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس أيضا لهجن الرئاسة ومالكها سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. تهانينا والناموس إلى شعلة النشاط صاحب هذه الفكرة الرائعة والجميلة. هنا علم الإمارات يأتي في المركز الأول. الناموس غادرت بالفوز، غادرت بالانتصار. مودي هجن الرئاسة، مودي المستحيل، القادم أحلى. وصلت مشاهدينا الكرام صوغة والظب، يا سلام. قادمات بكل قوة، ولكن الشاهينية هي الأقرب. الشاهينية ما زالت هي المسيطرة. الشاهينية بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. الأمتار القليلة، الأمتار الأخيرة، الظبي مع المركز الثاني. ظبي الفلا قادمة بكل قوة لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي، ولكن الشاهينية هي الأقرب. الظبي مع المركز الثاني، الظبي والشاهينية، الظبي ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء أو الشاهينية. الظبي والشاهينية. التهني لهجن الرئاسة، والتهني للظافر، والتهني للمستحيل. تهانينا والناموس. المراكز عطنا الفارق الهواري ما بين المركز الاول والمركز الثاني. يا سلام، نتابع القادم هنالك على ثاني. التحديات زعفران من هجن الرئاسة، الظافر علي بن جميل الوهيبي، ولكن المستحيل على مقدمة الشوط راشد بن محمد السم المنصوري. هذا المستحيل لا يكل ولا يمل ولا يهاب من الناموس. لله درك يا سد الوثبة، راشد بن محمد بالسم المنصوري. لك التحية ولك الاحترام يا ابو ذياب. سلام يا الرئاسة، سلام، سلام للمستحيل، سلام على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. لحظات وصوله الى خط النهاية، معلن الناموس لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل هنالك على ثاني التحديات مياس من هجن الرئاسة. المركز الحمر الخطر مع النواميس دائما، مع الفوز مع الانتصار. سلام بوذياب، سلام، سلام بالسم، سلام، سلام على شاهين وأداء شاهين. هذا الفوز وهذا الأداء الكبير، سلام 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 دائم ومخلد بإذن الله للرئاسة. سلام لراشد بن محمد بالسم المنصوري. هذا الفوز وهذا الانتصار أعلن الإقلاع من بدري وأنهى الأمور ووضع هذا الشوط في حسابات هجن الرئاسة وأضافها إلى الرموز والنواميس الكبيرة. نعم، شاهين مع الناموس وهذا الانتصار الكبير هنا بشعار هجن الرئاسة. راشد بن محمد بالسم المنصوري، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. هنا لحظات ونتابع المركز الثاني. كل جديد وهنيا لهجن الرئاسة
وهنيا اللي بيشجع هذا الشعار ويضمر هذا الشعار ايضا ويذيعها ويتابع هذا الشعار ومعلقي هذا الشعار ايضا لهم التحيه والتحيه تتواصل مشاهدينا مع هذا الشعار هجن الرياسه والشاهينيه والعصف البطان وما قال لها شيء وركت تلقائي واندفاع ذاتي في حتى ما في خشخشه بالجهاز ما في خشخشه ما شاء الله شكرا لهجن الرياسه شكرا ابو ذياب شكرا راشد محمد بن سلمى المنصوري بدون منافس على الاطلاق والعصف البطان ما شاء الله وتبارك الرحمن هنيه لهجن والتوقيت الافضل المركز الثاني ايضا وصلت هناك شوفوا ما شاء الله هملوله وصلت لهجن الرياسه والعين ايضا لهجن الرياسه بينما تاتي العين بشعار هجن الرياسه بقياده المستحيل الظبي واصله دير البال هملوله واصله المستحيل الكل بدا ينطلق مشاهدينا الكرام من اجل الفوز والناموس الشاهينيه مع البدايه مع المركز الاول الشاهينيه مع المركز الثاني هملوله مع المركز الثالث الظبي مع المركز الرابع ولكن هنا مشاهدينا الكرام الشاهينيه غادرت الشاهينيه انطلقت لناموس هذا الشوط للفوز والانتصار بشعار هجن الرياسه بقياده المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري ولكن حذار ما شاء الله تبارك الله هنا هملولة تتقدم بكل قوة ولكن الشاهينية انطلقت إلى الناموس تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهني للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري لحظة وصولها إلى خط النهاية المركز الثاني هملولة لهجن الرياسة بقيادة الظافر المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ مكتوب بن محمد صار ابو ذياب المستحيل يكرر الانجازات وكما قلنا عن هذا المضمر لا يكل ولا يمل ولا يهاب من النواميس راشد بن محمد بالسم المنصوري سق الله دارك كما قال حمدان الجحافي تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرياسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري ابو ذياب مساك ورد يا ابو ذياب مساك نواميس مساك انتصارات تهانينا والناموس لهجن الرياسه ولعشاق هذا الشعار على فوز شاهين بالمركز الاول وللمره السابعه على التوالي لشعارات هجن الرياسه تهانينا والناموس لحظات وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والانتصار بينما المركز الثاني وصل هنا هملول بالفعل وفى وكفى واكمل ناموس هذا الشوط هجن الرياسه ان يهديه مؤسسه هجن الرياسه وان يهديه المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثاني مليح لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد ال نهيان الصادق فضل الامين يتابع انطلاقه ولكن شاهين وصل هنا مشاهدينا الكرام تعزيزا للشعار هجن الرياسه مع المركز الاول والثاني بقياده المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري عموما على كل حال تهانينا والناموس لهجن الرياسه والى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري وللمرة السادسة على التوالي بالفعل معك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أسعد الله مساك وسق الله دارك يا أبو النجمي على هذا الفوز والناموس والانتصار مع المركز الأول ومع المركز الثاني المركز الثالث مليح مع
شعار سمو الشيخ ثياب بن محمد بن زايد آل نهيان ووصول العين أيضا على ثالث المراكز. ولكن 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 خلاص 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 الشاهينية مع الناموس، الشاهينية مع الانتصار، الانتصار للرياسة والرياسة للانتصار مع هذه النواميس، مع هذا الفوز الكبير. نعم هنا بشعار هجن الرياسة الشاهينية العيل تحاول، ولكن بوذياب، بوذياب على المقدمة، بوذياب على الصدارة، مقدمة لنا الشاهينية، الشاهينية الشاهينية. النقطة هنا السابعة على التوالي، بالتحديد لراشد بن محمد بالسم المنصوري، والتاسعة بشعار هجن الرياسة على التوالي. سلام لهجن الرياسة، سلام، هذا الفوز وهذا الانتصار. بن خميس الجنيبي شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان يتقدم الآن، ولكن المقدمة الصدارة الانطلاق الأول الشاهنية، الشاهنية من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصور. يا سلام، المركز الثاني وصلت العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ولكن القيادة الريادة رئاسية حتى هذه اللحظات. وصلنا منطقة الناموس مع الرياسة، الرياسة مع الناموس، راشد بن محمد السم المنصوري، تهانينا تهانينا، والناموس لحظات وصولها إلى خط النهاية معلنة للفوز والانتصار. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز الشاهنية بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت مشاهدينا ومتابعي الكرام العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. المركز الثالث أيضا العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. حركت لكن الشاهينية، الشاهينية الخمسمية متر الأخيرة، انطلق شعار هجن الرياسة إلى المنصات وإلى الرموز وإلى النواميس. يا أبو ذياب سلام على هجن الرياسة، هذا الفوز وهذا الأداء وهذا المستوى الكبير، سلام لمحبيها ولعشاقها ولمسؤوليها، سلام لبوذياب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. والنقطة التاسعة في هذا المساء هنا مع شعار، هنا شعار هجن الرياسة بالتحديد مع ابن السم. أما بالنسبة لهجن الرياسة فهي النقطة الحادية عشر على التوالي، معلنة احتكارها وحضورها الكبير في هذا المساء. سلام لهجن الرياسة، سلام، سلام بن السم، سلام. المركز الثاني وصلت العين شعار سمو الشيخ ذياب. مبروك، وهنا المستحيل مسيطر على على المراكز الأولى، الموقع الأول والثاني، وجميعا لهجن الرياسة، جميعا بشعار الجماهير، شعار مؤسسة هجن الرياسة، الشعار الذي لا تغيب عن الشمس واضح وضوحا ما شاء الله، ومعروف لكل المحبين والعشاق لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شعار هجن الرياسة، شعار المؤسسة الداعمة لسباقات الهجن، مؤسسة الرياسة تدعم سباقات الهجن بشتى أنواعها، بالتسعيرات، بالبيع، بالمشترى، بالجوائز العدلة، كلها ما شاء الله مؤسسة هجن الرياسة. شكرا للمؤسسة العملاقة، شكرا لمؤسسة هجن الرياسة، شكرا على هذا الدعم الجميل لسباقات الهجن على مع هذا الشعار الأحمر، وشكرا بالمركز الأول والثاني شاهين وشاهين، وشكرا المستحيل، شكرا بالسم، شكرا أبو ذياب على هذا الرقص الجميل. المركز الثالث يأتي شاهين لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. والمركز بكل
ما هو جديد بالفعل، ولكن المستحيل يتألق بإحدى عشر نقطة بالفعل، يأتي هنا ليقدم شاهين في المركز الأول. تهانينا نزفها على ظهر شاهين إلى مقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة على هذا الفوز والانتصار. هكذا هجن الرياسة تسيطر على 13 نقطة في هذه الأمسية الرائعة ليتواصل المستحيل بأيضا هنا 11 نقطة، وأيضا أبو اليمايل بنقطتين في الأشواط الرئيسية الأول والثاني. تهانينا من العماق لهجن الرياسة، تهانينا لراشد بن محمد بسم المنصوري، شكرا يا أبو ذياب، شكرا يا أبو النشمي، شكرا يا أبو أحمد على هذا الفوز والانتصار 11 نقطة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الفوز والانتصار، تهانينا من العماق للشعار الأحمر على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني غيث لسمو الشيخ حمدان بن رايد بن سعيد المكتوم، المركز الثاني.